لأنه من يحرر الموصل، من يحرر يحكم. الأنبار، من يحرر هو الذي يحكم. ولذلك هناك كلام على تأجيل تحرير الموصل، وأنا حذرت الأخ العبادي منه، يريدون تأجيله لشخص جديد يأتي رئيس وزراء، جزء جديد جزء قديم، حتى هو يحررها هو يصير. من يطالب بالتأجيل سمعت؟ يعني احنا يعني هذا سياسي، تتهم انت هسه حضرتك تتهم اطراف عراقيه مو خارجيه، خارجيه وداخليه، تريد تاجيل تحرير. تريد تاجيل تحرير الموصل لانه ليس في مصلحه العراقيين مثلا القيام باكمال تحرير الموصل، لكني اجدها لمصالح سياسيه، ولذلك حذرت الاخ العبادي منها. لا يريدون ان يكون الاخ العبادي هو محرر الموصل، لانه اذا صار محرر الموصل تدري شنو النتيجه، انت تدري منه راح يوقع بيه وتقل اصواته. يعني تقصد ان يحاولون او هاي الاطراف تحاول تاجيل تحرير مصر الى فتره الانتخابات، فتره الانتخابات وما بعد الانتخابات يتم تبديل رئيس الوزراء ومن ثم ما يتحرر الموصل. وتعتقد ان هذا ممكن يتم؟ يعني اليوم الساحل الايسر حرر بالكامل من الموصل بعد خطوات طويلة وكثيرة، والله يساعد الجيش العراقي، ونحن نشد على يده وقفته بطولية، وقفته تاريخية لا تنسى. يجب أن يكون تحرير الموصل على يد الجيش العراقي حصرا فقط، لا تتدخل أطراف أخرى. نعم إذا وافق الجيش العراقي والقيادات العسكرية لتدخل أشخاص أخر وجهات أخرى هذا لا مانع، لكن الجيش العراقي يجب أن يأخذ بزمام الأمور، ويجب تقوية الدولة، ويجب تقوية الجيش العراقي ليكون هو الأول والأخير في حماية الأراضي العراقية شبرا شبرا.